الحدوته بتبدا وبنشوف واحد كده واقف وبتكون مراته بتولد وبيلاقي ان الممرضه والدكتوره خايفين جدا عليها فبيروح عشان يشوف البيبي وبيصوت اول لما بيشوفه. بعد كده بنشوف ان البيبي ده هم حابسينه في قفص وبيقوم جاي قافش القطه بتاعتهم وبياخدها ياكلها وبيقرروا بعدها ان هم ياخدوا الواد ده ويرموه في النهر في عز التلج بتاع الكريسماس وبتفضل الميه دي تسحبه لحد لما بتوديه المجاري وتسحبه اكتر وبتثبته عند شويه غربان وبنروح بعد كده على مدينه جوسم بعد 33 سنه في يوم الكريسماس وبنسمع واحد اللي بيبيعوا جرايد بيقول ان الراجل البطريق عايش في المجاري وخلي بالكم منه يعني معلش يا جدعان على صوتي ده بس انا عندي برد فشخني يعني فمعلش عدوها وخلاص. بيبقى البطريق بيراقب الناس من البلاعات وبنشوف بعد كده ان في اجتماع لشويه ناس مسؤولين في مدينه جوثام وبيتكلموا على ان هم لازم يعملوا مشروع يوسع نطاق مصادر الطاقه اكتر في البلد. وبتبقى البنت اللي بتعمل لهم شاي وقهوه دي واللي بالمناسبه يعني اسمها سينا كاين عندها اقتراح بس كلهم بيفضلوا يضحكوا عليها ويشربوا القهوه ويقولوا الله ويمن والله العظيم مين الوليه دي اساسا. المهم الصحاب بينزلوا شركه المسؤولين دول وبيبقى المفروض ان الشريك اللي هو صاحب الشركه اللي هم فيها ده هيلقي خطاب على الناس بس بيبقى النسيو بتحاول سينا انها تروح وتجيبه له بسرعه وبيفضل بقى يقول اي كلام خلاص عشان يملى بيه فاهم انت ويخلص الخطاب ده على خير. وبعد ما بنخلص بنلاقي فجاه ان في علبه هدايا كبيره بيخرج منها شويه رجاله بموتوسيكلات كام تفهمش كانوا مستخبين كل دول فين وبيعملوا فوضى في المكان وبيبقى في ناس جايين عشان عايزين شريكه وبيحاول ان هو يهرب منهم وفي نفس الوقت البطريق بيبقى تحت في المجاري وبيبقى بيطلع خلاص. بعدها بنشوف ان في ضوء لمع وسط المدينه رسم رداء ليوناردينو وبيشوف بروس وين الاشاره دي وبيبدا ان هو يتحرك عشان يروح على الموقف اللي بيحصل ده وطبعا انت اكيد عارف ان بروس مين هو باتمان يعني اكيد مش محتاج اقول لك. المهم بيوصل بيوقف كل اللي بيحصل ده وبيضرب العصابه دي بالماتموبل بتاعته وبيبقى في واحد ماسك سيلينا وكان هيموتها بس هو الحمد لله بيروح وبينقذها طبعا هي بتبقى معجبه بيه جدا وانا معجب بيها. بنشوف مع كان الشيك هرب بعيد قوي عن المكان وبيوقف على بلاعه كده وبيلاقي انها اتفتحت وسحبته بيفوق بيلاقي نفسه في المجاري مع العصابه بتاعه البطريق واللي بيبقى حرفيا يعني مربي شويه بطريق معاه في المجاري وقاعد بياكلهم. بيفضل يتكلم البطريق مع الشيك وبيقول له ده انت وقعت من السما وانا استلقيتك وانت اللي هتحقق حلمي يا ابو الحاج وبيقول له ان انا بقالي سنين كتير محبوس تحت هنا في المجاري وعايز ان انا اخرج لبره من تاني وانت اللي هتساعدني في ده وكمان يعني ان انا عارف كل حاجه عن المشروع بتاعك بتاع الطاقه ده وان انا اعرف كمان ان انت عندك نفايات سامه كتير هتضر بيها الناس وكمان معايا ورق يثبت اللي انا بقوله ده وانك كمان مالك نص موانع الحريق اللي موجوده في مدينه جوثام. قال له لي صحيح يا اسطى هو صاحبك فريد اللي انت قتلته ده عامل ايه؟ خلي بالك انا ممكن اولع فيك بالموضوع ده وبص يعني انت من الاخر لازم انك تساعدني وانت فاهم الدنيا فساعتها الشيك بيوافق بيقول له خلاص ان انا هساعدك. بعد كده بنشوف سينا كاير راحت البيت وبتفتكر ان في شغل لسه ما عملتهوش واللي هو انها تحضر ملف بروس وين واللي هيجي الشركه بكره للشريك فبتروح الشركه بسرعه بتبدا تحضر الملف لحد لما بيجي الشيك وبيدور ما منهم حوار كده وبنعرف انها عرفت انها تقرا شويه ورق كده للمشروع بتاعه وبيطلع ان المشروع ده هو بيعمله عشان يجمع الطاقه بتاعت الكون ويتحكم في الكون كله صباح الفل يعني. فهو بقى بالصحاب لما بيعرف انها عرفت الكلام ده بيزقها كده وبيوقعها من الشباك بتاع الشركه يا خرب بيت امك يا جدع قتلت المزه. المهم بالصحاب لما هي بتموت بيتلم عليها شويه قطط كده وبيقوم جايين عضنها وفجاه بتقوم وتعيش تاني وبتبقى شكلها غريب كده وبتروح البيت وبتشرب لبن وتحسش متفهمش يعني ايه الحكايه وبتفضل تعمل بدله عشان تلبسها وبتبقى هي كات وومن يعني حرفيا اللي هو تحول متخلف عقليا هو لا انا وقعت عضتني قطه بقت كات وومن افريج سبايدر مان عنكبوت قرصني بتاع ده. طب بالنسبه لو كلب عضني هبقى دوجما في ايه يا جدعان؟ اه ده كده عندي اصحاب كتير كده كلاب عضتهم. احذر يا اسطى من اي خنزير عضك. ثواني ما هو لو اي حاجه بتقرص اي حد بيتحول كده يا ده انا كان زماني بقت دبانه او بقت ناموسه. المهم ابو الصحاب بنشوف تاني يوم العمر بتاع مدينه جوثام وهو بيلقي خطاب على الناس وفي وسط الخطاب ده بتبدا الخطه بتاعت شريك واللي هي ان بيطلع حد من البلاعه وبيخطف من العمده قدام الناس وبينزل البلاع تاني وبيبقوا كلهم اتجننوا بس بيخرج بينجوين اللي هو البطريق يعني من البلاعه ومعاه الولد ده وبيديهوله بيبقى كده هو البطل قدام الناس فاهم انت وهو اللي انقذ الواد ومش عارف ايه والحاجات دي والناس طبعا بتحبه. ايه بروس وين قاعد بيتفرج على اللي بيحصل في التلفزيون وبيشوف البطريق وهو بيعيط في اللقاء بتاعه وبيقول ان هو نفسه يقابل ابوه وامه ويعرف هم ليه عملوا فيه كده وان هم سابوه من زمان. عارف انت باتمان اول لما يسمع ابوه وامه دي نفسيته بتتحزز كده ابوك يا لقد كنت مثلك. المهم بعد كده بنشوف ان الصحافه بتتكلم مع الشيك واللي بيقول ان البطريق ده صديقه وان هو هيساعده في ان هو يلاقي ابوه وامه وبيبقى بروس في الوقت ده عمال يدور ورا البطريق وبيفضل يتكلم مع الفريد الخادم بتاعه في الموضوع وبيتكلم مع الفريد وبيقول له والله يا عم الحاج انا حاسس ان انا عارف ابوه وام البطريق ده هم مين. بنشوف بعد كده ان بينجوين وصل للقبر بتاع ابوه وامه وبيفضل يعيط عليهم بيقول لهم ان هو خلاص مسامحهم على اللي هم عملوه ده وان هم ناس طيبه يعني والناس كلها بالصحاب بتبقى حابه البطريق ده وشايفين ان هو انسان طيب وخلوق. بعد كده بنشوف ان كان في واحده ماشيه بتتسكع في الشارع وفي واحد طلع عليها وعايز ان هو يسرقها فبتيجي ساعتها سيرينا كايل او كات وومن وبتضرب الواد اللي كان هيسرقها ده وبتشرح في وش امه. وبعد كده بالصحاب بتمسك الولايه وبتقول لها بقول لك انتوا كلكم بتستنوا باتمان عشان ينقذكم انما دلوقتي خلاص مفيش غير ان هنقذك يا اولاد الكلب. طب احنا انا عملت ايه يا ابني؟ انا ماليش دعوه انا ما كنتش مستني حد كنت عايز اروح. بنشوف بعد كده ان بروس وين موجود في الشركه بتاعت شريك وبيتكلموا شويه في المشروع اللي الشريك عايز يعمله ده وبيبقى بروس حاسس ان الموضوع ده
ده وراه مصيبه عشان شريك مصمم ان هو يعمله رغم ان العمده مش وافق. وبيفضلوا بقى يتكلموا لحد ما تدخل عليهم سيلينا وهي عاديه جدا يعني كموظفه، واخد بالك انت عشان ما تقوليش ايه اللي دخلك يا كات وومن، لا دخلت كموظفه. وبيبقى الشريك مستغرب قوي انها لسه عايشه، بتقول له انها مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت، فبيطمن عادي. بنشوف بقى كان الشريك راح للبطريخ وقال له ان هو لازم يحضر نفسه عشان يجهزوا الحمله هيكون فيها هو العمده الجديد. وبنشوف بقى الحمله دي بقى في شويه اجتماعات كده عشان يبداوا ينفذوا خطتهم، بس بينجون او البطريخ بيبقى مش قادر برضه ان هو يسيطر على نفسه وان هو حيوان اساسا وبيعض من اخر شخص في الاجتماع من الاجتماعات يعني حاجه ضحك. بس بقى كده الشريك بيتفق معاه ان هو يمسك نفسه شويه لحد لما يخلصوا خطتهم. بنشوف بعدها ان الرجاله بتوعهم دول عمالين يعملوا شغف في المدينه ويدمروا فيها ويضربوا الناس ويفشخوهم والكلام ده كله عشان الناس تكره العمده الحالي. بيوصل بعد كده باتمان وبيحاول ان هو يوقف الرجاله دي وبيضربهم بسلاح كده، بس بيقدر كلب معاه ان هو يخطفه. وفي نفس الوقت ده بتبقى سلينا في مكان كده بتفضل تكسر فيه وبتزرع في المتفجرات وبتمشي. بنشوف بعد كده ان باتمان قابل بينجوين وعرف ان هو اللي ورا كل ده، وبيلاقي بعد كده كمان سلينا وصلت، بس الاثنين بيهربوا كل واحد من اتجاه. فبيروح ورا سلينا عشان هو سيمبا اساسا وعيل، وبيحب بعد كده ان هو يعرف مين دي اساسا وان هو ما يزيهاش، بس هي بتضربه. فهو كمان بيقوم جاي ضاربها اللي هو بتضربيني هضربك انا كمان. وبعدها بنشوف ان بينجوين بيعمل خطاب بيفضل يهاجم في النظام بتاع عمده جوثام وان هو مش عارف ان هو يحمي المدينه، وبيقول بينجوين ان هو هيرشح نفسه قصاده. وبنشوف بعد كده ان سلينا مع بينجوين بيتفقوا مع بعض ان هم هيشوهوا صوره باتمان وان هم هيموتوه. بيحضر بينجوين نفسه عشان يخطف واحده موديل كده ويلبسها لباتمان. طب انا اخطف موديل ليه يعني من قله النسوان؟ بيوصل بعد كده بروس ويل لسلينا موظفه وبيعزمها على العشاء عنده في البيت، وبيروحوا سوا بيفضلوا يتكلموا، وبيبان بقى ان هم بداوا ان هم يحبوا بعض وهم اساسا بشخصياتهم التانية مش طايقين بعض، لحد لما في التلفزيون بيتذاع خبر ان الموديل اتخطفت وان هم لقوا في مسرح الجريمه السلاح بتاع باتمان. فبيتخض بروس كده اللي هو ستار بول شت انا ما عادش كده يا جدعان، في مناعين مع الوليه اهو. المهم بالصحاب بيقوم بسرعه عشان يلحق الموضوع ده وبيقدر ان هو يوصل للست دي. بس في الوقت ده بالصحاب الرجاله بتوع بينجوين كانوا قاعدين عمالين يلعبوا في العربيه وفككوا فيها. باتمان بيعرف من الست دي اللي اتخطفت ان بينجوين هو اللي خطفها، وبيحاول ان هو يفكها، بس بتيجي سينا وبتضربه وبتاخدها منه. انت ليه خنزيره كده سينا، عملت لك ايه يعني؟ بيطلع بقى على السطح وبيلاقيها على السور، وبينجوين ساعتها بيوقعها على المسرح بتاع الخطاب بتاع العمده الحالي، والناس كلها بتشوف باتمان وتبقى مفكره ان هو اللي رماها. يا دي النيله السوداء. تيجي بقى كده الشرطه عشان تقبض عليه، وسينا بتحاول تمسكه بس هو بيقدر ان هو يهرب في الاخر. وبيروح بعد كده البات موبيل بتاعته، وبيبقى البطريخ عايز سينا في شغل تاني بس صعب وفي حاجات كده عيب يعني ما كانوش متفقين عليها، فبترفض وبيحاول ان هو يموتها بس هي بتقدر انها تهرب منه. ما انت بطريق خنزير بصراحه. بنشوف بعد كده بينجوين راح يتواصل مع باتمان في البات موبيل بتاعته، بيتفاجئ ان الرجاله حطوا جهاز تحكم عن بعد، وبيفضل بينجوين يسوق في العربيه عشوائي جدا وبيخبط في اي حاجه قدام العربيه اصلا. فكره باتمان طالع مهزق قوي هنا يعني. بيقدر باتمان بعد كده ان هو يسجل لبينجوين كل الكلام والشتايم والاعترافات اللي كان بيقولها دي وهو سايق، وان هو يعني فاهم هيدمر المدينه وانا هتعفش اخر بني ادمين والحاجات دي. بيقدر باتمان بعد شويه ان هو يتحكم في البات موبيل اخيرا، وكان هيخبط واحده ست كبيره كده بتفضل مبرقه له اللي هو يا نهار اسود انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ مش تهرب، لا واقفه مبرقه له. تيجي بعد كده الشرطه بتحاول انها تمسك باتمان، بس هو بيقدر ان هو يصغر البات موبيل ويخليها موتوسيكل ويهرب بيها. في الوقت ده بالصحاب بيبقى بينجوين رايح وبيقول خطاب للناس اللي خلاص كده فاهم ان هم ايه هيحبوه بقى فاهم ويختخبوه كده، ولكن بروس وين او باتمان يعني صايع وبيقدر ان هو يشغل الكلام اللي وينجوين كان بيقوله ليه في العربيه وان هو بقى هيدمر المدينه وان هو هيحكمها والكلام ده كله. فالناس ساعتها بتتصدم فيه وبيفضلوا بقى يرموا عليه شويه حاجات كده فاهم اللي هو بيبقوا ما تفهمش جابوا الطماطم والبيض والحاجات دي منين اللي هم بيرموها عليهم في المسرح. اخر لما بيزعل الصحاب بيقرر ان هو يموت الناس كلها، وبتيجي الشرطه بس بيقدر ان هو يهرب منهم، وبيقرر ان هو يعمل خطه ثانيه وهو ان هو يخلي رجالته يموتوا كل الاطفال اللي موجودين في المدينه. طب الاطفال عملوا لك ايه؟ طيب بتموت اي حد ثاني لازم الاطفال ما عملوش حاجه يعني. بنشوف بعدها ان بروس وين في حفله الشريك وبيقابل ساعتها سيلينا، وهناك بيفضلوا يرقصوا سوا وبيبقوا بقى بيحبها وهي كمان حبته، وبيعرفوا الاثنين من بعض ان هو باتمان وهي كانت وومن، ولسه هيستغربوا. بيحصل انفجار وبيخرج منه البطريق وبيقول للناس يا رجالته بتخطف عيالكم يا جدعان وهيموتوهم، وبياخد شريك معاه وهو ماشي منه تقريبا تبع العيال ما تفهمش ولا ايه. بتشوف بقى كان باتمان قدر ان هو يوقف الخطه دي، فبينجوم بيتغاظ جدا وبيقرر ان هو يخرج البطريق بتوعه اللي بيتحكم فيهم دول ويجي فاهم يفشخ بقى الدنيا، وبيخلي معاهم صواريخ وقنابل عشان يفجروها في الناس بره. بس بيقدر الحمد لله أرفض ان هو يهكر الجهاز اللي بينجوم بيتحكم بيه في البطريق ده ويرجعهم تاني. وبيوصل باتمان لبينجوم اخيرا في مقره، وبعد شويه اكشن كده ما بينهم بتيجي سيلينا وبتحاول انها تقتل الشريك، بس باتمان بيحاول ان هو يمنعها شويه وان هم لازم يسلموا للشرطه يعني، وبيقول لها ان هو بيحبها وان هو مش هيستغنى عنها وان هم لازم يعيشوا سوا مع بعض، وبيقلع القناع بتاعه. بس هي برضه تبقى عايزه انها تقتل الشريك وبتروح عشان تموته، وبيبقى معاه مسدس بس بتقدر انها توقفه وبيتكهربوا هم الاثنين سوا، دي كهربه الحب. بعد كده بنشوف ان بينجوين بيموت خلاص، والبطريق بتاخده وبترميه في الميه واللي هو جاي لهم منها اصلا يعني فاهم انت اللي هو اصلا جاي من الميه اصلا، ان هو جايبهم كمان من الميه وجايبهم هم ضحك يعني. المهم ما تفهمش بطريق يعني بتعمل كده ليه. بعد كده الصحاب باتمان بقى بيروح هو حزين كده يعني، وفاكر بقى ان سينا ماتت بس بيشوفها في الطريق وبيلمعها يعني، فبيروح يدور عليه
عليها بس بيلاقيها سايباه له قطه كده يربيها فبياخدها ويمشي. هم مش دايما بيقولوا شوف لك كلبه اهي دي خليته يشوف له قطه. اعتذر لك يا صديقي العزيز ان انا صوتي فعلا تعبان فاتمنى منك تدعي لي الشفاء العاجل وعشان ارجع بقى فاهم وازلطك الدنيا واقعد اصرخ واعمل حاجات كلها. ولكن ابو الصحاب هنا احب اقول لك توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لك كومنت شير بس تشمل فولو على انستغرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريب ده وتخش على كبير ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي ليا حسن فه وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان انا تعبتك معايا وبس كده جدع. السلام عليكم.